بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السيوطي رحمه الله: آنسه الله عوضه الله الجنة ونفعنا الله به وبعلومه، آمين، في كتابه الدر المنثور في التفسير المأثور. وصلنا إلى قول الإمام رحمه الله في قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليكم عليما حكيما. أخرج الطيالسي وعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطحاوي وابن حبان والبياقي في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين جيشا إلى أوطاس اسم مكان، فلقوا عدوا فقاتلوهم، فظهروا عليهم أي انتصروا، وأصابوا لهم سبايا، فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يقول إلا ما أفاء الله عليكم، فاستحللنا بذلك فروجهن. وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: نزلت يوم حنين، لما فتح الله حنين أصاب المسلمون نساء لهن أزواج، وكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة قالت: إن لي زوجا. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني من السبية من المشركين تصاب، ولا بأس بذلك. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في الآية قال: نزلت في نساء أهل حنين لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا أصاب المسلمون سبايا، فكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة منهن قالت: إن لي زوجا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له. فأنزل الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قال: السبايا من ذوات الأزواج. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصحها والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قال: كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية يقول:
كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب فهي لك حلال إذا استبرأتها، بمعنى أن ينتظر عليها أن تحيض مرة أن تحيض ثلاث حيضات حتى تبرأ من زوجها الأول بأن لا يكون لديها حمل. وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة والطبراني عن علي وابن مسعود في قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قال علي المشركات إذا سبين حلت له يعني بعد الاستبراء، وقال ابن مسعود المشركات والمسلمات. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قال كل ذات زوج عليك حرام إلا ما اشتريت بمالك. وكان يقول بيع الأمة طلاقها أي من زوجها. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلاق الأمة ست بيعها طلاقها وعتق، طلاق الأمة ست بيعها طلاقها وعتقها طلاقها وهبتها طلاقها وبراءتها طلاقها وطلاق زوجها طلاقها، بيعها طلاقها وعتقها طلاقها وهبتها طلاقها وبراءتها طلاقها وطلاق زوجها أي لها طلاقها. وأخرج ابن جرير وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها، وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما والمحصنات من النساء قال ذوات الأزواج. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله تعالى والمحصنات من النساء قال ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود والمحصنات من النساء قال ذوات الأزواج. وأخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي عن سعيد بن المسيب والمحصنات من النساء قالهن ذوات الأزواج. ومرجع ذلك إلى أن الله تعالى حرم الزنا وكل سبب يؤدي إليه. وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد والمحصنات من النساء قال نهينا عن الزنا. وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي رحمه الله في الآية قال نزلت يوم أوطاس. وأخرج ابن جرير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النساء يأتيننا ثم يهاجر أزواجهن فمنعناهن بقوله والمحصنات من النساء. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس والمحصنات من النساء يعني بذلك ذوات الأزواج من النساء لا يحل نكاحهن، يقول لا
لا قال وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس والمحصنات من النساء يعني بذلك ذوات الأزواج من النساء لا يحل نكاحهن يقول لا تحلب ولا تعدي فتنشز على بعلها لا تحلب ولا تعد فتنشز على بعلها وكل امرأة لا تنكح إلا ببينة ومهر فهي من المحصنات التي حرم الله التي حرم إلا ما ملكت أيمانكم يعني التي أحل الله من النساء وهو ما أحل من حرائر النساء مثنى وثلاث ورباع وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس والمحصنات من النساء قال لا يحل له أن يتزوج فوق أربع فما زاد فهو عليه حرام كأمه وأخته وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي العالية قال يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ثم حرم ما حرم من النسب والصهر ثم قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فرجع إلى أول السورة إلى أربع فقال هن حرام أيضا إلا لمن نكح بصداق وسنة وشهود وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن عبيدة رحمه الله قال أحل الله لك أربعا في أول السورة وحرم نكاح كل محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك وأخرج ابن جرير عن عطاء أنه سئل عن قوله والمحصنات من النساء فقال حرم ما فوق الأربع منهن وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والمحصنات قال العفيفة العاقلة من مسلمة أو من أهل الكتاب وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إلا ما ملكت أيمانكم قال إلا الأربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر إلا الأربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس إلا ما ملكت أيمانكم قال ينزع الرجل وليدته امرأة عبده وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال هي حل للرجل إلا ما أنكح مما ملكت يمينه فإنها لا تحل له وأخرج ابن جرير عن عمرو بن مرة قال رجل لسعيد بن جبير أما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل عن هذه الآية والمحصنات من النساء فلم يقل فيها شيئا فقال كان لا يعلمها وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل قول والمحصنات من النساء الآية وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي السوداء قال سألت عكرمة عن هذه الآية والمحصنات من النساء فقال لا أدري وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحصان إحصانان إحصان نكاح وإحصان عفاف قال ابن أبي حاتم قال أبي هذا حديث منكر وأخرج ابن جرير عن ابن شهاب أنه سئل عن قوله والمحصنات من النساء قال نرى
أنه حرم في هذه الآية المحصنات من النساء ذوات الأزواج أن ينكحن مع أزواجهن والمحصنات العفائف، ولا يحللن لأحد إلا بنكاح أو ملك يمين. والإحصان إحصانان، إحصان تزويج وإحصان عفاف في الحرائر والمملوكات، كل ذلك حرم الله إلا بنكاح أو ملك يمين، وهذا واضح. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن مجاهد أنه كان يقرأ كل شيء في القرآن، والمحصنات بكسر الصاد أي التي في النساء، والمحصنات من النساء بالنصب. وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ والمحصنات من النساء بنصب الصاد أي بفتحها، وكان يحيى بن وثاب يقرأ والمحصنات بكسر الصاد. وأخرج عبد بن حميد عن الأسود أنه كان ربما قرأ والمحصنات والمحصنات بالفتح والكسر. وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة أن هذه الآية التي في سورة النساء والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم نزلت في امرأة يقال لها معاذة، وكانت تحت شيخ من بني دوس يقال له شجاع بن الحرث، وكان معها ضرة لها قد ولدت لشجاع أولاد الرجال، وإن شجاعا انطلق يميز أهله من هجر، فمر بمعاذة بن عم لها فقالت له احملني إلى أهلي فإنه ليس عند هذا الشيخ خير، فاحتملها فانطلق بها، فوافق ذلك جيئة الشيخ فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله وأفضل العرب، إني خرجت أبغيها الطعام في رجب، إني خرجت أبغيها الطعام في رجب، فتولت وألطت بالذنب وهي شر غالب لمن غلب، رأت غلاما واركا على قتب لا رأت غلاما واركا على قتب لها وله أرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي، فإن كان الرجل كشف بها ثوبا فارجموها، وإلا فردوا على الشيخ امرأته. فانطلق مالك بن شجاع وابن ضرتها فطلبها فجاء بها ونزلت بيتها. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عبيدة السلماني في قوله: كتاب الله عليكم، قال الأربع. وأخرج ابن جرير من طريق عبيدة عن عمر بن الخطاب مثله. وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس: كتاب الله عليكم، قال واحدة إلى أربع في النكاح. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن إبراهيم في قوله تعالى: كتاب الله عليكم، قال ما حرم عليكم. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ وأحل لكم بضم الألف وكسر الحاء. وأخرج عن عاصم أنه قرأ وأحل لكم بالنصب أي بفتح الحاء. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك قال: وراء أمام في القرآن كله غير حرفين، وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني سوى ذلكم، فمن ابتغى وراء ذلك يعني سوى ذلك،
أحل لكم ما وراء ذلك؟ قال أمانة في القرآن كله غير حرفين، أحل لكم ما وراء ذلك أي ما سوى ذلك، فمن ابتغى وراء ذلك يعني سوى ذلك. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي، وأحل لكم ما وراء ذلكم، قال ما دون الأربع. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كتاب الله عليكم، قال هذا النسب، أحل لكم ما وراء ذلك ذلكم، قال ما وراء هذا النسب. وأخرج ابن جرير عن عطاء وأحل لكم ما وراء ذلكم أي ما سوى ذلكم، قال ما وراء ذات القرابة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة وأحل لكم ما وراء ذلكم، قال ما ملكت أيمانكم. وأخرج ابن أبي حاتم عن عبيدة السلماني وأحل لكم ما وراء ذلكم، قال من الإماء يعني السراري. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رحمه الله في قوله محصنين أي متناكحين غير مسافحين، قال غير زانين بكل زانية. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن السفاح قال الزنا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عن ابن عباس في قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، يقول إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله، والاستمتاع هو النكاح، وهو قوله آتوا النساء صدقاتهن نحلة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان متعة النساء في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له بيعته ولا يحفظ متاعه، بيعته بمعنى غربته، ولا يحفظ متاعه أن يقوم على شأنه، فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته، فتنظر له متاعه وتصلح له ضيعته. وكان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. نسختها قوله تعالى محصنين غير مسافحين، وكان الإحصان بيد الرجل يمسك متى شاء ويطلق متى شاء، وهذا كله نسخ وبطلت هذه الأحكام، وبقي الأمر على ما عليه الإسلام اليوم أن الزواج إلى الأبد إلا إذا من غير تحديد بقيد زمان أو بمدة معلومة، ولو شاء أمسكها إلى ما شاء الله، وإذا شاء طلقها، لكن من غير أن يدون ذلك في العقد. وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المتعة في أول الإسلام، وكانوا يقرؤون هذه الآية وما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى الآية، فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفر متاعه وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم إلى الآية إلى آخر الآية، فنسخ الأولى فحرمت المتعة وتصديقها من القرآن إلا على أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم، وما سوى هذا الفرج فهو حرام. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة
رضي الله عنه قال: قرأت على ابن عباس رضي الله عنهما: وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. قال ابن عباس: وما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. فقلت: ما نقرأها كذلك. وقال ابن عباس: والله لأنزلها الله كذلك. ومعنى ذلك أنها نسخت. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة رحمه الله قال: في قراءة أبي بن كعب: وما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: في قراءة أبي بن كعب: وما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. وأخرج عبد الرزاق عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأها: وما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن. وقرأ ابن عباس في حرف أبي: إلى أجل مسمى. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد: وما استمتعتم به منهن، قال: يعني نكاح المتعة، وقد حرم الله في الإسلام المتعة إلى يوم القيامة. وانتهينا من هذه الأمور، وبقي الأمر على ما تعرف عليه أمة الإسلام اليوم. وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال: هذه المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه بريئة. وكل هذا نسخ وحرم يوم خيبر وسيأتي، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبا. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساؤنا، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وأخرج عبد الرزاق والإمام أحمد ومسلم عن سبرة الجهني رضي الله عنه قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، أي بردي فخلق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأعلى مكة تلقتنا فتاة مثل البكرة العنططة، فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحد؟ قالت: وما تبذلاني. فنشر كل واحد منها بردة، فجعلت تنظر إلى الرجلين، فإذا رآها صاحبي قال: إن برد هذا خلق وبردي جديد غض، فتقول: وبرد هذا لا بأس به. ثم استمتعت منها فلم تخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن أبي شيبة والإمام أحمد ومسلم عن سبرة الجهني قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وأخرج ابن أبي شيبة والإمام أحمد والإمام مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس 3 أيام، ثم نهى عنها بعدها.
وأخرج أبو داود في ناسخه، وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. قال: نسختها: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال: نسخت آية الميراث المتعة. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال: المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصدقة والعدة والميراث. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن علي قال: نسخ رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث، ونسخت الضحية كل ذبيحة. فرمضان نسخ كل ما وجب بعد ذلك، والزكاة نسخت كل صدقة، ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث، ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث، ونسخت الضحية كل ذبيحة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.